أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار سياسات الأسلحة الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي أعدتها الحكومة. جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي للحكومة وممثلي صندوق النقد الدولي، حيث تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر. الاتفاق بيأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري اللي أعدتها الحكومة المصرية. هذا البرنامج هو برنامج مصري، الدولة المصرية والحكومة والبنك المركزي معنيين بوضع مستهدفاته وتنفيذه، ويمكن كان هناك التوافق مع هذه المستهدفات مع صندوق النقد الدولي اللي بنقدم ليهم، ويمكن ممثل في السيدة إيفانا وكل الفريق كل الشكر والتقدير على جهدهم معنا في خلال الفترة الماضية، بحيث ان احنا الحمد لله النهاردة نجحنا في التوافق والاتفاق على التوقيع الحمد لله. وخليني يمكن أتكلم على نقاط محددة في الإصلاحات الهيكلية. البرنامج بتاعنا بيستهدف مؤشرات واضحة جدا: زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للدولة المصرية، خفض الدين، وهنا أنا بتكلم على الدين سواء المحلي أو الأجنبي، ضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة جدا في خلال الفترة الجاية، استهداف أن يكون عندنا معدل نمو للاقتصاد المصري بأرقام عالية علشان تحقق مستهدفات كثيرة جدا. أولا تخفيض التضخم، خلق فرص عمل للشباب المصري، وكمان طبعا جنبا إلى جنب مع الحماية الاجتماعية للمواطنين والفئات اللي احنا كلنا بنستهدفها ببرامج الحماية الاجتماعية.